الثالث الاستفتاء. الاستفتاء، ما معنى الاستفتاء؟ كيف يكون في غيبة وفي استفتاء؟ ها تفضل. نعم فلان يستفتي ويأتي إلى الإفتاء. قلنا الأصل أن تقول أن شخصا حتى لا تحدد، لكن أحيانا تحتاج أن تحدد أنا حصل معي كذا وكذا مع زوجتي. زوجتك أنت قاعد بتحكي عليها، واحد اثنين ثلاث، فماذا أفعل حتى أقومها، حتى أرشدها، حتى أجعلها تغير المنكر؟ هكذا تسأل، أما ما تروح تفضح حالك. والأفضل أن تقول رجل عنده امرأة زوجة وتفعل واحد اثنين ثلاث، كيف يغير هذه الأشياء فيها؟ ها فإذا في طريقتين، والأصل أن يعني لا تلجأ إلى ذكر اسمك أو ذكر اسم زوجتك إلا عند الإغلاق.